الدكتور محمد بديع لم يمنعهم كبر سنه ومقامه والظروف التي يمر بها الرجل بعد استشهاد ابنه أول أمس من القبض عليه بصورة مهينة وتصويره وبث ذلك تصوير على مواقع وزارة الداخلية وبث ذلك على شاشات التلفاز. حبس محمد بديع رئيس مرشد الإخوان يعني هو قيمة كبيرة لنا نتألم لها، ولكن الإخوان يعملون وسط التحالف، وسط مؤسسة منهجية منتشرة في يعني القطر المصري كله، ولن يؤثر بإذن الله على الحركة الميدانية في شيء، ولن يؤثر على مظاهراتنا السلمية ومسيرتنا في شيء. مقاطعة وسائل الإعلام، صحف وقنوات فضائية ومواقع إلكترونية الداعمة للانقلاب والمتسترة على مجازره والتي تحرض على الكراهية وتروج للأكاذيب وتعمل على تضليل الرأي العام. ب. مقاطعة شركات رجال الأعمال الممولة والمؤيدة للانقلاب العسكري.